نعاودوا السنة على 40 نقطة، ما يمكنناش نعاودوا السنة على 40 نقطة. عاش الملك، أسيدنا شوف فينا، أشوف فينا سيدنا، شوف فينا ولادنا ضاعوا. العام وليداتنا ما قراوش، هاد العام وليداتنا ما قراوش، كانوا كنا دايرين الإضرابات، الأساتذة ما كاينينش، المدير ما كاينش، حراس العام كلشي داير الإضراب. كان ديها غير في السياسة وفيها ضخ الدم والمساكين والفقراء واليتامى. ويلي على النجاح. نتمنوا على الله الحكومة ولا الوزارة ولا الناس المسؤولة تشوف شي حل فهاد الدراري حسن ما غيخرجوا للشارع. انتم كتقولوا بغيتوا كل شيء يقرا، بغيتوا الدراري ما يضيعوش، بغيتوا الناس ما تضيعش. هنا غير هذا القليل من القليل اللي كاين هنا. واش باغي شي واحد فيكم يرجع يقرا؟ انتم على الزق وطبعين. ها فين يمشيو؟ يلا فين يمشيو؟ فين يمشيو؟ فين غيمشيو؟ عتبة النجاح تهبط. إعادة تصحيح حنا حيدوها علينا، حيدوا علينا إعادة تصحيح وهبطوا لنا عتبة النجاح. الله يرحم الوالدين. السي عمزازي بحال علوم الحياة والأرض، داكشي اللي حطوا لهم، داكشي اللي حطوا لهم ما عمرهم قراوه، ما عمرهم قراوه في ساعة. التلاميذ ما عمرهم قراوه داكشي. الماط، الفيزيك، واش مول الفيزيك تيجي مرة في 15 يوم، مرة جوج مرات في 15 يوم، كي غيديروا يقراوه؟ كي غيديروا يفهموا؟ بحال مول الماط، جوج مرات في السيمانة كي غيديروا يفهم؟ كدير 10000 ريال في السطر، 10000 ريال، 10000 ريال كنحطها وغير الشارع عليه، ما عندوش باه، كيعدي باش نقريه، كيعدي باش نعاودوا العام كامل، كيعدي باش نعاودوا العام كامل، مدرسة القدس مدينة مكناس، الوطاح اللي على طبلة كان غيموت، كي غندير له العام كامل هو تيقرا في الثاني يعطيو صفر شنو؟ العام كامل تاع تلعب كورونا كل حيدو كل حيدو علينا المحاد. كانت كورونا وهذا العام ما كايناش، ورا حتى هذا العام كاينه كورونا، وحتى هذا العام وليداتنا ما قراوش. حنا بغينا المعتبة 8 وعاش الملك، عاش محمد السادس. علاش العام الاول ما دارش موحد؟ علاش العام الاول كانت النسبة ديال النجاح 40% ديال الموحد و 60% ديال القاسم؟ علاش ما دارتش هذا العام؟ واش هاد الاساتذه اللي كانوا كيحطوا لنا نقاط ولادنا ماشي في المستوى؟ ولادنا جايبين 13 14 12 11 كل واحد شنو جايب؟ ما ناجحينش. اللي جايبين 10 9 ناجحين. علاش ولد غادي يضيعوه ولا بنت غادي يضيعوه على 4 نقطه؟ حنا بغينا نعرفوا هاد الوزاره علاش شي حاجه تزوجوهم وهاد العام ما تزوجوهمش؟ علاش؟ وقلنا شنو اللي غنستحملوا؟ ونستحملوا الفقر، ونستحملوا الازمه، ونستحملوا الزلطه، وشنو اللي غنستحملوا حنا؟ قول لي شنو غنستحملوا؟ ويزيدوا يكملوها وليداتنا حنا ما ينجحوناش، وحنا راه كنعاني وعندنا مستقبلنا على هاد الاولاد، وما حنا حياتنا راها ضاعت، مشات، ما بقاتش عندنا، حنا الزلطه حنا جالسين، مغطيين رجلين ومعريين الراس، اخويا حبيبي شنو غنديروا؟ حشومه، حشومه ويزيدوا يسقطونا، والسوايع كياكلوا فينا، اخويا والسوايع سقطونا والسوايع كياكلوا فينا. راه بزاف علينا هاد الشيء، وراه ما قديناش نستحملوه. ومن اللي نجيو حنايا للنقط ديالنا ديال القسم ما كاينش، محطوط لنا عاجوج فروض، ثلاثه د الفروض واربعه د الفروض ما كايناش. شنو اللي محطوطه لنا؟ الرياضه والموسيقى هي اللي محطوطه لنا، فيها اربعه ديال الفروض، اما الباقيه غير جوج وواحد. باش بغيتي اخويا يطلع المعدل وريها لي اخويا، انا ندخلك المسار كاينين عاجوج. وملي كتسمع ولدك كيقول لك انا داير اربعه ديال الفروض وانا داير خمسه ديال الفروض، انا مشيت ديك النهار عند المدير قال لي ايه كاينين ثلاثه ديال الفروض، فين هما اخويا؟ الله اعلم اختي، سير قلبي عليهم، جيبي تشوف تيفي تقلب لك عليهم حتى هي. يلا قولنا اخويا شنو نديرو؟ وريونا شي حل نديروه. فصيله 96 وانا تنضرب التماره في الجوطيه باش نعطيه في الاسطوبيس، وعييت مع الود فاش دوز الموحال هما خشوا في النتائج ديال في التاسعه، جاب النقط ديالو بزياده. 420 في الشطيه انا تصور عمل ناكل 400 ولا 1000 فرنك تمشي باش نوكل ولادي، تنعطيه باش يمشي باش يركب الطوبيس، تنبقى انا بالجوع. صافي هذه الهضره. والله يطور الله يطور عمر سيدنا، الله يطور عمر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.